انتهى اليوم 120 للحرب، وعلى الرغم من أن الاستديوهات الإسرائيلية تتحدث عن صفقة وشيكة، ولكن محلي الصحف يقولون أن نتنياهو يبدو أنه لا يريد صفقة، ولكنه لا يريد أن يظهر أنه هو الذي أفشلها. يقولون أنه لا يستطيع تحمل مسؤولية عدم تنفيذها، ولا يستطيع تحمل مسؤولية تنفيذها. ويقولون بأنه من جهة إذا لم ينفذها فهو عالق مع أهالي الأسرى والشارع الإسرائيلي وبعض شركائه في الحكومة الذي يريدون الصفقة مثل جانس وآيزنكوت، ولكنه أيضا غير مستعد لتحمل إجراء الصفقة لأنه سيغضب سموتريتش وبن غفير، وإنه حسب المحللين يخشى ردة فعلهم. مثلا في صحيفة آرتس يقول عاموس هرئيل في هذا الموضوع اليوم بأنه على الرغم من التوقعات المتفائلة للمصادر الأمريكية والمصرية والقطرية بأنه ستكون صفقة، ولكن لا يوجد هنالك يقين بأنها ستكون، ومن الصعب التوصل إلى اتفاق حول صفقة تبادل الأسرى من دون تواجد فعلي أن يجلس الطرفان الإسرائيلي وحماس معا. ولدى هرئيل تحليل تآمري مثير مثل فيلم الأكشن بأنه قام فيه نتنياهو، يقول من سرب المعلومات عن الصفقة هذا الأسبوع هو نفسه الذي قال يجب أن تتسم بالسرية والكتمان، مكتب نتنياهو، وذلك من أجل تخويف الناس من الصفقة. يعني نتنياهو عمدا سرب وقال بأنه ستكون صفقة بإطلاق سراح آلاف المخربين وفق تعريفه، وذلك من أجل أن ينشئ رأي عام ضد الصفقة فلا يفعلها. من جانبه المحلل السياسي في صحيفة يدعوت أحرنوت ناحوم برنيع يقول أن نتنياهو لا يكافح فقط من أجل الثمن الذي يطالب بدفعه أو تطلب الصفقة دفعه، وإنما بالأساس من أجل الثمن الذي سيضطر إلى دفعه في حال تنفيذ الصفقة، يعني ورطته مع اليمين المتطرف. الصحيفة أو المحللة في صحيفة أو في موقع والله تقول أن شعار حتى الانتصار المطلق في الحرب على غزة الذي يكرر نتنياهو هدفه الأساسي هو الإطالة من أمد الحرب، وهدف الإطالة من هدف الحرب والتعليق على كلمة الانتصار، ذلك لكي يمنع انتخابات قريبة ستطيح به. إذن المحللين الإسرائيليين لا يثقون أن نتنياهو يعني ما يقول. من هنا أنتقل للفيديو الأول. في محبوبة نتنياهو القناة 14 نرى تغيرا ما في الموقف. فجأة بدأوا يحللون لما يميل لصالح الصفقة، إقناع الناس بأنه الصفقة أحد أهداف الحرب، يقول المحلل الذي على الشاشة وعسكري سابق. هذا المحلل نفسه في هذه القناة كانوا يقولون بأنه ممنوع النقاش مع حماس، ممنوع الحديث، حتى الحديث ممنوع مع ما كانوا يصفونهم بحيوانات بشرية، ولكن الآن يتحدثون بأن الصفقة أحد أهداف الحرب، ولم يعودوا يتحدثوا عن إطلاق سراح بالقوة للأسرى نتاج عمليات. هذه الفكرة خلاص سقطت حتى عند أكثر اليمين تطرفا في الإعلام الإسرائيلي. على أي حال، إلى جانب ذلك ما زالوا يحاولون الإقناع أن القوة والضغط العسكري هي فقط ما يؤدي إلى صفقة، يعني فقط الضغط العسكري سيعجل بصفقة جيدة، يقولون في خان يونس الآن وبعدها في رفح، وطبعا تحريض كل الوقت على إيصال المساعدات الإنسانية، ويقولون أن أكثر شيء إنساني هي ليست المساعدات الإنسانية إنما تحرير الأسرى الإسرائيليين. حسنا، الإنسانية كلمة أخلاقية راقية، ولكن لكي يجوز لصحفي مثل هذا يحرض كل الوقت استعمالها، على الأقل عليه أن لا يجزئها. حسب الإعلام الإسرائيلي، إسرائيل تريد صفقة ولكن ليس بكل ثمن، وإسرائيل لا تريد إيقاف الحرب، ولديها مشكلة في إطلاق سراح مقاتلي النخبة، بينما حماس مصرة على إيقاف الحرب، تحرير الأسرى اللي حسب التعريفات الإسرائيلية على يديهم دماء إسرائيليين، وإطلاق سراح قوات النخبة، وأيضا ضمانات دولية بأن لا تعود الحرب بعد إيقافها، وما يصيرش في خداع، وإيقاف الاغتيالات في الداخل والخارج.
من قناة 14 هذه أنتقل إلى استديو قناة 12. الصحفي عميد سيجل يرى فرقا كبيرا بين إسرائيل وحماس، يقول الفجوة مهولة وجعلته يشكك أن تكون صفقة فعلا في نهاية المطاف. حسب رأيه أو لديه معلومات يقول أنه يمكن للحكومة أن تتجاوز موضوع عدد ونوعية الأسرى الفلسطينيين، ولكن المشكلة أن حماس تريد إيقاف الحرب. إسرائيل تقول إيقاف الحرب معناه أن خسرنا الحرب، لأن الهدف الأكبر القضاء على حماس لن يكون. ويقول بأن هذا الأمر، هذه الفجوة الواسعة قد تؤدي إلى انفجار الصفقة في أي لحظة، ويبدو بأنه غير متأكد أنها ستكون. يعني بالاستديوهات آراء، وكل واحد يحلل وفق المعلومات التي يأخذها وما يفكر، أو مرات وفق الاتجاه الذي يريد أن يدفع به، لأنه طبعا في صحفيين معدين على اليمين، في صحفيين شوي يسار، كل يغني على ليلاه ويحاول أن يقنع مجتمعه كما يفكر. أنتقل للفيديو الثالث. كيف يتصرف الشارع الإسرائيلي في موضوع الأسرى؟ قلنا لا ثقة بين أهالي الأسرى ونتنياهو، وبالمفهوم الإسرائيلي أهالي الأسرى يبلون بلاء حسنا في الضغط على حكومتهم، في إقناع الناس أيضا. المستشار الأمريكي بلينكين سيصل خلال الأيام القريبة للمرة السادسة منذ بداية الحرب إلى إسرائيل. أهالي الأسرى سيقابلوا لكي يقنعوا أو يساعدهم بإقناع البيت الأبيض أن يضغط على نتنياهو أن تتم الصفقة، ويسافر قسم منهم لحكومة فرنسا لنفس الهدف. اليوم تبعوا، كانت هنالك عدة مظاهرات، واحدة في تل أبيب لعائلات الأسرى وآلاف المتضامنين معهم تحت شعارين خطر على حياة الأسرى. اثنين، صحيح أن إطلاق سراح المخربين حسب وصفهم مكلف، ولكن مقتل أبنائنا مكلف أكثر. مظاهرة أخرى كانت في تل أبيب واعتصام أمام بيت نتنياهو في قيسارية، كله معا رغم الطقس الماطر. على أي حال، من سواهم تظاهر في تل أبيب؟ مجموعات أخرى معارضة للحكومة تظاهرت بمشاركة الآلاف لكي تكون انتخابات قريبة، يعني لإسقاط نتنياهو. من تظاهر أيضا في تل أبيب؟ مجموعة، ولكن مظاهرة كانت فاشلة جدا، يقولون شارك فيها العشرات فقط، لمجموعة ترفض صفقة تبادل الأسرى. يعني تل أبيب في ثلاث مظاهرات، كان واحدة لأهالي الأسرى، وواحدة لإسقاط حكومة نتنياهو، هذول نجحوا، وواحدة صغيرة مع نتنياهو لا تريد صفقة تبادل الأسرى. من هذه المظاهرات الكثيرة أنتقل للفيديو الرابع. ترون كل الإعلام في العالم مشغول يتحدث عن قصف أمريكي لمناطق في سوريا، العراق، توتر في إيران وغيرها. لفت انتباهي أنه بالإعلام الإسرائيلي تحدثوا عن الموضوع تقرير هكذا مرور الكرام دقيقتين أعتقد. هذه السياسة نحن ما خصناش، هاي مشكلة هناك، تصرفوا فيها أيضا في اليمن ضد الحوثيين، قالوا هذه مشكلة عالمية، إسرائيل ليست مباشرة عالقة فيها وهكذا. هنالك فكرة في هذا الاتجاه، وعلى فكرة أيضا جالنت اليوم وقف على الحدود اللبنانية على جبل الشيخ بين الثلج، وقال بأنه إذا كان حزب الله يعتقد بأنه هدنة في مع حماس ستعني أيضا هدنة في مع حزب الله، فهذا غير قائم، الحرب قائمة حتى تغيير المعادلة لإعادة المبعدين أو الأهالي الشمال الإسرائيليين المبعدين. تصريحات نارية لجالنت من بين الثلج. أنتقل للفيديو الخامس والأخير. الناطق الجيشي الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي اليوم وقف وعرض أرقام يقولها لأول مرة. يقول ضربنا 150 خلية لحزب الله، قتلنا 200 من قوات حزب الله، ضربنا أكثر من 3000 هدف لحزب الله. ويقول بأن حماس مثل حزب الله تضع أماكن إطلاق الصواريخ بين المدنيين. يقول ضربنا 120 نقطة مراقبة على امتداد الحدود الشمالية، فجرنا 40 مخزن فيها أسلحة، صواريخ، طائرات بدون طيار، وعرض فيديوهات لبيت يقول أنهم استخدموا حزب الله لمخازن أسلحة ولإطلاق طائرات. يقول بأنهم ضربوا مسؤولين عن وحدة الطيارات بدون طيار،
ويقول بأن حزب الله يشكل خطر على اللبنانيين. عرض خارطة يقول بأنها خطوط تهريب السلاح من إيران إلى سوريا برا وجوا لحزب الله وللحوثيين. يعني يعرض أرقام ويقول بأن الحرب ليست الهدف الأول إسرائيليا، ولكن حسب أقواله هم يتجهزون لها، هكذا يقول.